الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم ورحمة الله. عبد العزيز كابوري مدير الثانوية التأهيلية سيدي حجاج التابعة للمديرية الإقليمية بسطات. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في الصحافة الجادة المتمثلة في وطنية بريس التي تواكب دائما الأنشطة التربوية والتعليمية بالمنطقة. فاليوم 10 يوليو 2021 هو يوم للاحتفاء والاحتفال بالتلاميذ المتفوقين وكذلك الأساتذة المتميزين. ففي هذا اليوم تم توزيع شواهد وجوائز على المتفوقين وكذلك تكريم مجموعة من الأساتذة الأجلاء الذين غادروا المؤسسة في إطار الحركة الانتقالية. بالنسبة للتفوق فهذه السنة المؤسسة حصلت على نسبة 82.44% كنسبة نجاح في البكالوريا، وهذه النسبة مكنتنا من الترتيب خامسا على المستوى المديرية الإقليمية في الوقت الذي كانت المؤسسة مرتبة في أخيرة في الموسم الدراسي 2017-2018 بنسبة 30%. هذه النسبة اللي كانت ضعيفة جدا والتي كنا مرتبين في الصف الأخير على المستوى المديرية الإقليمية. إذا من 2017-2018 ب 30% إلى 2021 بنسبة 82.44، هذه النسبة لم تأتي عبثا بل أتت بمجموعة من الأعمال التي شارك فيها أو مجموعة من الاجتهادات ومجموعة من التضحيات التي شارك فيها مجموعة من الفاعلين على رأسهم الأطر التربوية والأطر الإدارية وجمعية الآباء والسلطات المحلية والمديرية الإقليمية، وكذلك الفضل يرجع هنا للمجتمع المدني الذي ساند المؤسسة وقف معها. وهذه المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المؤسسة مكنتنا بحمد الله من حصول هذه النسبة، ونتمنى أن نستمر في تحقيق النجاحات لفائدة أبنائنا وعودة الثانوية التأهيلية سيدي حجاج إلى ما كانت عليه سابقا من تفوق. إذا فهنيئا لأبنائنا الذين تفوقوا على رأسهم التلميذة ياسمين بادو التي حصلت على معدل 17.30. ولا ننسى الأساتذة، فهذه السنة استطعنا أن نحقق نتائج جد مهمة، نتائج خصوصا في الثانية بكالوريا حيث النسب كانت تفوق 90% و80%، ولهذا توجنا الأساتذة الذين استطاعوا أن يحققوا هذه النسب و لكي نخلق جو من التنافس الشريف وكذلك خلق إعطاء قوة وإعطاء نفس لإخوان الأساتذة جميعا من أجل أن نستمر في النجاحات وفي التفوق لفائدة فلذة أكبائنا. شكرا. ويجب أن لا ننسى الضيوف الذين لبوا دعوتنا لحضور هذا الحفل ومشاركتنا فرحتنا، وعلى رأسهم الإخوان ورؤساء مصالح المديرية الإقليمية وكذلك ممثل الدرك الملكي وممثل بشوية بلدية ولاد مراح وفعاليات المجتمع المدني. شكرا للجميع، ونتمنى التوفيق والتوفيق والتوفيق لأبنائنا، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مدير إعدادية بيرانزارا الميلودي الطيب الإدريسي. اليوم نحتفل بالتلاميذ المتفوقين بإعدادية بيرانزاران، تلاميذ الذين أبانوا عن جد واجتهاد وحصلوا على مراتب متقدمة جدا. عندنا حوالي 18 جائزة في جميع المستويات، سواء المسلك الدولي أو التعليم العام. وبهذه المناسبة أشد على أيدي هؤلاء المتفوقين، متمنيا لهم النجاح، وعليهم أن يتسلحوا بالأمل، الأمل الحقيقي وليس الأمل الزائف. بهذه المناسبة أيضا نشكر السيد رئيس جمعية الآباء، نشكر أيضا جميع الأطر الإدارية والتربوية بإعدادية بيرانزاران الذين صاهروا على هؤلاء المتعلمين من خلال الدعم، من خلال الجد والاجتهاد، من خلال دفعهم إلى التفوق. النسب المئوية جد محترمة، بحيث حصلنا على 70% السنة الثالثة إعدادي، السنة الثانية 72%، السنة الأولى حوالي 75%. حصلنا على أعلى معدل في المسلك الدولي من خلال تلميذة أسية العوني 19.01. وبهذه المناسبة أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد، أشكر المجتمع المدني الحاضر بقوة في دعمنا، أشكر الصحافة على رأسهم السي رشيد المنوني مراسل الوطنية بريس، كما أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في جعل إعدادية بيرانزاران تحظى بالمراتب المتقدمة في المديرية الإقليمية ديستات. أشكر السيد المدير الإقليمي أيضا الذي أعطى دفعة قوية للمؤسسة من خلال الزيارات، ونيابة عن الجمعية، جمعية آباء الحاضرة بقوة. كنشكر السيد رئيس جمعية الآباء الحاج المختار طيب، نشكر جميع المساهمين لنا في هذه المؤسسة العريقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.